38 خمزنا ومواصلين في قهوة صباح لليوم حتى للتسعة. وضيفنا سي علي مهني منسق العلاقات الخارجية بمنظمة أنا يقظي. صباح خير علي. صباح خير علي. اليوم باش نحكيو على ندوة صحفية اللي التأمت امبارح بخصوص انطلاق موقع الكتروني جديد لمتابعة وتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الشاهد ميتر. هذا باش نحكيو أكثر عليه بتفاصيل خاصة عن أسباب والأهداف من وراء الموقع هذا. نحكيو على ندوة امبارح والحضور الإعلامي بخصوص المسألة هذه، تفاصيل فكرة الموقع بالذات. الموقع بون اكثر سؤال يطرح على منظمه اليقظ مؤخرا بعد اي انفستيغاسيون ولا اي حاجه نحطها، لماذا الان؟ شاهد ميتر لم يطرح سؤال لماذا الان، لانه شاهد ميتر مش اول ميتر عند منظمه اليقظ. اولا نعود نذكر بالفكره، هي فكره امريكيه خذوها اصدقاء ديزاكتيفيست مصريين اصدقاء لنا، بدات في امريكا مع اوباما ميتر، بالتالي في مصر تحولت الى مرسي ميتر في عهد رئيس السابق محمد مرسي. أصدقائنا المصريين عطاونا الكود سورس تي بارتاجي اوبن سورس، عملنا نفس السيت. بدات الحكايه مع السيد رئيس الحكومه السابق مهدي جمعه ميتر، بالتالي مع السيد رئيس الحكومه بعد الانتخابات التشريعيه السيد حبيب الصيد، وبالتوازي ميتر للسيد رئيس الجمهوريه الباجي قايد السبسي. بعد انتهاء مهمه السيد حبيب الصيد بيان سور انا رئيس حكومه وحده وطنيه مكلف حاليا السيد يوسف الشاهد، لذا عملنا له شاهد ميتر على نفس العادة اللي عملناه مع الرؤساء الحكومات السابقين. الكل البرنسيب سهل ياسر، ناخذ الوعود من لسان صاحبها كما وردت. مصادر الوعود كما عندك في الكوميونيكي ديما كانت حتى مع رؤساء الحكومتين السابقتين، المصدر الأول هو الخطاب الأول الذي يلقيه أمام مجلس الشعب يوم توليه حقيبة رئاسة الحكومة. المرة هذه مع السيد يوسف الشاهد كانت فما خلينا نقول محاولة طيبة متاع الكوميونيكاسيون، فما كتيب تم توزيعه على السادة النواب، كتيب موجز برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية وصادر بتاريخ 26 أوت 2016. والوعود المرة هذه فما مصدر آخر كان اللقاء التلفزيوني اللي صار في 28 سبتمبر على القناة الوطنية. فما وعود أخرى اللي ما حبناش نركزوا معها، علاش؟ خاطر خلينا نقولها صراحة، فشلت مع السيد حبيب الصيد مثلا. مثلا نوعية الوعود هذه اللي لا النوع متاع وعود اللي استسقيناه من عند السيد حبيب الصيد كانت فما وعود مناسبتية. السيد حبيب الصيد مثلا كنا محصين له 78 وعد تقريبا في الوعود متاع برنامج عمل الحكومة. عمل زيارة القفصة أعطيه 94 وعد، القفصة واحد. الوعود المناسباتية، وحتى نبهنا أو أعطينا ريكومنداسيون للسيد يوسف الشاهد مبارح في الندوة الصحفية بعدم الانسياق وراء الوعود المناسباتية. أعطيه شوية وعود، هو صحيح كانت في الحادث اللي صار في القصرين وعود متاع 24 ساعة، وفما وعود أخرى زادت كان ألقاها بعد زيارته للساحل بعد الأمطار الغزيرة اللي تمت والأثار اللي صارت بمدن كجمال وبني حسان أو حتى سوس. مقارنة بالطفرة متاع العود اللي كانت عند السيد حبيب الصيد كانت العود أقل المرة هذه، فتغضينا عليها واخذينا العود الرسمية. اللي ملاحظينه مع السيد يوسف الشاهد أنه تقريبا اعتبر ممكن من وعود سادة رئيسي الحكومتين السابقتين أنه فما وعود محددة، فما تقريبا ديدلاين، فما وعود سبيسيفيك، يعني فما تفادي للوعود الفضفاضة. نعطيه مثال، ما تجيش كرئيس حكومة تقول لي سنقضي على الفساد، سنقضي على الفساد وعد فضفاض جدا. لما تقول لي تونس في سنة مثلا من 2016 ل 2017 باش يتحسن ترتيبها بعشر مراتب أو خمس مراتب أو حتى مرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد العالمي، هذا مقياس النجم نقيم به كمجتمع مدني وكمواطن، وانت أصلا كحكومة تنجم تقيم به روحك. يعني علي المسألة هنا مقاييس علمية يعني واضحة. ولا هذا الشيء لما لاحظناش مع رئيسي حكومتين السابقتين. ميزات فما وعود فضفاضة شوية صحيح، خاصة في الكتيب الموجز نتاع برنامج عمل الحكومة، اما في نفس الكتيب ثم ساعات نلقاو ديدلاين، ساعات نلقاو وعود سبيسيفيك، وخاصه في المقابله التلفزيونيه الشيء اللي عملناه حتى في الميتر انه فما وعود لقيناها فضفاضه او واسعه في الكتيب، وفي اللقاء التلفزيوني حددها اكثر. واضح واضح علي. بالنسبه للشاهد ميتر معنا الفكره ان شاء الله وصلت للساده المستمعين واضحه، لكن فما اشكال اخر صار مؤخرا وتقريبا تبعته الناس الكل، هو معنا قيل انه تسريب لوثائق المصالحه مع سليم شيبو، في حين انه الامر ما يتعلقش بتسريب، انتم عندكم قرار المحكمه الاداريه. كيفاش تعاملتوا مع تصريح السيد خالد الكريشي في اذاعه على ما اذكر شمس اف ام اللي هدد يعني بالالتجاء الى القضاء واتخاذ اجراءات قانونيه في اللي صار؟ الحكايه زوبعه في فنجان صارت امبارح وانتهت امبارح.
قمنا الصباح كيف تونس الكل نلقاو في برشا وسائل إعلامية وحتى جرائد أنه الهيئة وعلى لسان السيد خالد الكريشي تحديدا باش تشكي بمنظمة أنا يقظ لنشر الوثائق اللي تحصلت عليها بموجب قرار قضائي بعد المرسوم 41. قامت زاو بعد اتصلنا بالهيئة نددنا راهو ما يجيش هكا ما تصيرش الحكاية، نزلنا بيان ندوا أنه ما عندهاش حق معنا باش تشكي بينا وشي صبياني. يا اخي في نص نهار اتصلت بينا الهيئة، اتصلت بينا حتى مدام بن سدرين وتحاورنا حتى مع السيد خالد كريشان وانكر انه الاتهامات او الكلام اللي ورد على لسانه او على لسان اي طرف اخر من الهيئة يمس او موجه مباشرة لمنظمة انا يقظ. هبطنا بيان اخر مع تقريبا 5 متراشيه امبارح، خلينا نقولوا انه ممكن صارت فما محاولة للتوقيع بينات للايقاع بيناتها بين الهيئه وبين المنظمه. يعني هو ما صرحش معناها هو ما صرحش. تاكدتوا انتم تاكدتوا لدى هو شخصيا في محادثه اللي في لا مش هو شخصيا تاكدتوا انتم من الاذاعه على خاطر صارت استضافه على ما اذكر معناها فما 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 وسائل اثبات اخرى يعني والا بصلي وانتم ينطبق عليكم هاك المثل على الحس تقسموا الباي معناها هو شخصيا معناها دخلتوا في عركه حتى مثلية. لو كان فما التصريحات فكيفاش ماهيش موجهه لمنظمه الا يقظ اي ولكن انتم علاش تفاعلتوا بسرعه هكا ورديتوا الفعل؟ خاطر ما جانا حتى انكار من عندهم، الخبر مشي في الاذاعات ومشي حتى في جرائد. ما اي معناها كنت تنجموا معناها تتصلوا بهم قبل ما هم اتصلوا بينا هما بعد تالي وصار فضل الخلاف. ما اتصلتوش بوسيله الاعلام باش تاكدوا ولا حبيتوا انتم تسكروا الدوسي؟ لا با دي تو. وسائل الاعلام حق الرد نحكيك على اذاعه شوف سافيهم كنتوا تنجموا تاكدوا اسكو لا اون بليس امبارح خلينا نقولوا اعلاميين كنا لهين اكثر بشاهد متر كنا في الكونفيرونس دو بريس فوالا حتى المكلفه بنفاذ المعلومه عندنا في المنظمه والمستشاره القانونيه كانت هي حاضره في الكونفيرونس دو بريس تقدم فيها دوما فات الكونفيرونس تم الاتصال بنا. سؤال اخر علي هو تقريبا منظمه انا يقظ برشا من الشباب التونسي اذا ما نقولش حتى برشا من النخبه السياسيه والاعلاميه تتبع في نشاطكم وتشجع نشاطكم بالعكس وتعتبروا معناه احد الضمانات يعني لكن بالمقابل ديما فما اشكالات تصير مع خدمه انا يقظ. نذكروا الاشكال الكبير ياسر اللي صار مع قروي انت قروي معناها مع قناه نسمه. لنا سؤال لحد الان يعني انتم قلتوا لي انتم عندكم وثائق بعد تحقيق الاستقصائي مع تحفظي على كلمه تحقيق الاستقصائي قلتوا انتم معناها باش تخرجوا وثائق وغيره هذا ما صارش لحد الان. الوثائق تقدمت للقطب القضائي المالي وكان شفت استاتيو نتاع السيد رئيس منظمة أشرف العوادي امبارح انه امبارح مثلا تم استدعاء للجرجاني ليس كمتهم ولكن كمتهم المره هذه للتحقيق معه في القضيه يعني بداية البت قانونيا في القضيه نتاع قروي قوي تحلت يعني القضيه تمام. في قادم نشاطاتكم؟ قادم نشاطاتنا نخدموا على ديسنتراليزاسيون نتاع مجتمع مدني. انا بروجي باش نحبوا نعاونوا الجمعيات المجتمع المدني خاصه اللوكال في ولايه تونس الكل ان شاء الله قاعدين نجمعوا له في ديفون. عندنا شهر ضد الفساد، العالم الكل يحتفل بيوم ضد الفساد 9 ديسمبر من كل سنه، احنا في انا قد تمت العاده على الاحتفال بذلك خلال شهر كامل. باش يكون فما بلان داكتيفيتي برشا نشاطات مختلفه خاطر ديما نتوجهوا للشباب ولكن في الكاتيجوري الكل. السنه اللي فاتت مثلا توجهنا للمصورين فوتوغرافيين، توجهنا للمصورين فيديوغرافيين، الجيكس كالعاده، لي ديفلوبر، مبرمجي معلوماتيه، ديما نوعوا في الببليك سيبل نتاعنا. نحبوا نوعيوا الشباب خاصه والمواطن التونسي عامه بخطوره الفساد وبدوره مهما كان اختصاصه مهما كان توجهه مهما كان الباك جراوند نتاعه انه ينجم يكافح الفساد من الموقع. شكرا لك علي منسق العلاقات الخارجيه بمنظمه انا يقظ. حاولنا اكثر ان نركزوا بخصوص الندوه الصحفيه اللي صارت امبارح، نذكروا بالاعلان عن اطلاق موقع مخصص لمتابعه وتقييم اداء رئيس الحكومه يوسف الشاهد. ما زالت برشا نشاطات باش تكون حاضره في انا يقظ ونطرقوا لها بتفاصيل اكثر. شكرا لك لحضورك معنا. توا 8:42 دقيقه مازلنا مواصلين في قهوه الصباح حتى للتسعه. نقعدوا مع تامر حسني وبسمه ما تسالنيش وراجعين.